ويبدو أنه قد حدث في هذا الشهر حادثة غدر أخرى، وهي حادثة بئر معونة. قامت بعض قبائل العرب بإظهار الإسلام وطلبوا من النبي من يعلمهم، فأمدهم بسبعين من الأنصار كانوا يسمونهم القراء في زمانهم. نحن ذاهبون إلى وادي الرجيع لنعلم الناس القرآن. في أمان الله أيها القراء. لم نأتي للقتال، بل جئنا في مهمة سلام. عبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحدا منهم حيا. فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقنط شهرا وأخذ يدعو عليهم شهرا كاملا. وقال أنس: وقرأنا عليهم قرآنا، ثم بعد ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لاقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. لقد حاول اليهود اغتيال النبي في بني النضير، ولقد نقض بنو النضير عهودهم مع المسلمين، ولا بد من إجلائهم عن المدينة. ونزلت فيهم آيات سورة الحشر، والتي سميت بسورة يهود بني النضير. ولقد تجرأ بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى من انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحاً لا يهدده أحد. يا حارث، أنت زعيمنا، فماذا أنت فاعل في أمر المسلمين؟ سنجمع السلاح والجنود ونؤلب القبائل على المسلمين ونحاربهم. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه. يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟ أنا كنانة بن الربيع، وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد. وأنت يا طه؟ أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد. إذن هي الحرب الفاصلة. فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليه من الأمر، استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن، تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب. نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية، وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين: اليهود خلف خطوطهم، والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي،
فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له.